وطن تا جوړو وطن تا جوړو وطن تا جوړو دغه وطن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وابن أحمد عليك شيخ الله يبارك الله فيك. الله يسلمك ويشفيك. السلام عليكم الحمد لله بارك الله فيكم الله فضيلة الدكتور علي مؤرخ ومفسر له كتب ما شاء الله نافع فضيلة الشيخ نواف تكروري رئيس علماء فلسطين فضيلة الشيخ دكتور محمد اليافعي مدير فرع الاتحاد في رفض الشيخ ماهر معروف لديكم هذا محمد علي كرار اي محمد علي كرار مدير مكتب فضيلة الشيخ الدجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في كل زمان ورثة الأنبياء يدعون من ضل إلى الهدى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله تعالى أهل العمى فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف القالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ويكفي في بيان شرفهم وعظم مسؤوليتهم وأهمية دورهم ما وصفهم الله به في مواضع من كتابه بالخشية والرفعة والأمر بالرجوع إليهم وما خصهم به النبي صلى الله عليه وسلم من كونهم ورثة الأنبياء فحيثما وقعت الفتن واختلطت الأمور واحتاج الناس إلى المصلح والقائد ولم يجدوا أنبياء الله ورسله فليقصدوا ورثتهم الذين يقولون بقولهم ويدلون على هديهم وليست تلك المنزلة لغيرهم وإن سئلت عن السبب فقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة في البداية أحييكم بتحية الإسلام العطرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في وطنكم وبيتكم الثاني أنتم بين الإخوة والأصحاب نحن فرحين بتواجدكم في أفغانستان ولقائنا معكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم إن من علامات الإخلاص بين الإخوة والمتحابين أنهم يتناصحون ويشاركون بينهم ما ينفعهم في الأمور الدينية والأخروية أنا هنا لأستمع إليكم ولأستفيد منكم
وإذا كان أي استفسار من جانبكم سأجيبكم بمساعدة من المترجم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لجميع الكائنات وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. Oh,